وعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين لا يتوقف أيضا. قطاع غزة تحول فعليا خلال الأسبوع الماضي لساحة حرب، يقبع سكانه في المنازل آملين في ألا يكونوا على موعد مع إحدى تلك الغارات. ما يقارب 200 شهيد قضوا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عملية الجرف الصامد في القطاع، في الوقت الذي لا تزال فيه صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب كلما سقطت صواريخ المقاومة في أسدود وعسقلان وغيرها. تقرير صادر عن الأمم المتحدة أكد أن حوالي 17,000 فلسطيني اضطروا للجوء إلى مدارس وكالة الأونروا في مدينة غزة والمنطقة الشمالية بحثا عن وضع أكثر أمانا بعدما دمرت منازلهم جراء الغارات. لأنه إذا تلبت شروط المقاومة أصبح قطاع غزة بأمان والضفة بأمان، إذا ما تلبت مطالب قطاع غزة إحنا في كل مرة سندك، يقتلوا لنا صغير وكبير، هد بيت هد مؤسسة. الضفة الغربية وهي بعيدة بشكل كبير عن مخاطر عملية الجرف الصامد تتواصل فيها الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تواجه بالقوة أي تظاهرات تخرج ضدها. نحن هنا لنتظاهر ضد المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة. نحن هنا لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وفرض وقف لإطلاق النار وكافة الأعمال التي تودي بحياة النساء والأطفال. 3 وحدات جديدة باتت في الطريق، هكذا أعلن مسؤول إسرائيلي مؤكدا شراء 3 بطاريات صواريخ اعتراضية جديدة من منظومة القبة الحديدية، في إشارة للتهديد الواضح الذي تمثله صواريخ المقاومة على دولة إسرائيل المحتلة. كان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قد وافق على المبادرة